ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعادت المصالح الأمنية بمدينة مراكش يوم الاثنين 20 يونيو الجاري جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها شخص 30 على يد شقيقيه بسبب الإرت، وبحضور ممثل النيابة العامة المختصة وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية والسلطات العمومية، اقتضى الشقيق المشتبه في ارتكابه جريمة قتل العمد والشقيق الآخر المتهم بعدم التبليغ إلى مسرح الجريمة من أجل تمثيل عملية قتل الضحية. وأعاد الجاني تركيب فصول الجريمة البشعة مفصلا كيف أجهز على الضحية بمنزل بدرب الحمامة بحي باب إيلان بالمدينة العتيقة لمراكش قبل دفنه في فناء المنزل. وأقدم مساء السبت الماضي 18 يونيو الجاري 40 على قتل شقيقه قبل أن يقوم بدفنه داخل منزله بمراكش، بعدما حل الضحية بمنزل الجاني قصد التفاهم والحديث عن توزيع الإرت بحضور شقيقهما الثالث، حيث أقدم الشقيق الأكبر بطعن شقيقه الثلاثين بسكين في بطنه ما أرداه قتيلا على الفور. وكان الهالك قد حل قبل أيام لزيارة شقيقه الأكبر الذي يعيش لوحده بمنزل بالدرب الحمامة بحي إيلان بالمدينة العتيقة لمراكش، وأنه اختفى عن الأنظار. وكشفت المصادر أن الشقيق الأكبر للضحية قرر حفر قبر بإحدى الغرف ودفن فيها جثة شقيقه قبل أن يطمرها بالتراب بحضور شقيقه الآخر قبل أن يخبر أختهما بفصول الجريمة، واتفق بتسليم الشقيق الأكبر نفسه بعد فترة وجيزة ليقرر الأخير يوم السبت تسليم نفسه إلى عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بباب غمات معترفا بتفاصيل جريمته. يعني تم القتل ديال يعني جوج ديال الاخوه يعني بسبب نزاع، ربما نزاع بسبب الارث او ربما نزاع بسبب يعني الوسخ الدنيا كما تنقولوا بصفه عامه. وكان كما تشاهدوا معنا وتتبعنا في هذه اللحظات، يعني هذه اللحظه اعاده تمثيل جريمه، هذه تم اعاده تمثيل جريمه متتبع شفتي. إذن كما تشاهدوا معنا متتبعينا من خلال المباشر من النيابة العامة الحاضرة بعين المكان، هذا هو المنزل المشهد. يعني هذا هو المنزل كما تشاهدوا معنا اللي عرف الواقعة واللي تم العثور على الأخ يعني مدفون داخل هذا المنزل. الآن نشوف بأنه هذه تم إعادة تمثيل جريمة من أجل يعني إتمام الإجراءات اللازمة وترتيب المتابعات القضائية في حق هذه الإخوة اللي قاموا يعني بقتل الأخ ديالهم بسبب الورث أو بسبب وسخ الدنيا كما تنقولها، سبب نزاعات على الفلوس. يعني استنفار أمني، حضور أمني كبير كما تشوفوا معنا في المباشر.